الجنه. ايه بص المنظر غويط 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 كده. دارك ودارك الميه دي بقى لها حوالي 3 سنين. دي سنه الثالثه. 3 سنين الميه هنا كانت البيوت. الميه كانت البيوت. ازاي انت توصل لي ميه حلوه؟ طب احنا هنصرفها على ايه الميه الحلوه؟ يعني انت موصل لنا ميه حلوه هنصرفها على ايه؟ وصلت لي مجاري؟ ما وصلتش مجاري. عملت هيكل كده منظر بكام الف كده. طب ما كملتش ليه شغلك؟ هنودي الصرف ده على فين؟ صرف الميه والمجاري والحاجات دي الصرف ده هنوديه فين؟ صارفين عليه بيقول لك 29 مليون مصروف الصرف. 29 مليون جنيه. 29 مليون جنيه وما كملش المشروع. يبقى فين الخدمات بقى؟ الميه موجوده. الميه بيقول ايه؟ لا ده احنا كمان ده كلها شهور والغاز جاي. شهور والغاز جاي. طب الغاز ده بيجي في ايه؟ في الانفجار دوت في القنبله دي ازاي؟ باي وضع يعني؟ اشتكينا اصلا لبتاع المجلس بتاع المدينه بتاع شرب الخيمه، واشتكينا اصلا لبتوع اللي هم نجحوا في الصرف بتوع الشعب مجلس الشعب، وجم هنا وعملوا صور كده برضك بس روتين. الصرف الصحي تقول لك لسه ما استلمناش المشروع. منين ما استلمش المشروع ومين بيحصل مننا فلوس الصرف؟ يعني وصل المايه بيجي فيه فلوس صرف. صرف صح. طب بنيجي نشتكي لهم الصرف يقول لك اصل انا ما استلمتش من المقاول. قلنا لهم على حل بديل، نعمل بداله على الرشاح. البداله ديت البيوت كلها تتوصل على الصرف اللي معمول، والبداله دي ترمي في الرشاح. قال لك لا ده البيئه تقف لنا. قلت له طب ما عندك محطه الصرف الصحي. واخد بال حضرتك؟ المجاري بتاعتها كلها بترميها في الرشاح. واخد بال حضرتك؟ اشمعنى انتوا بتحللوا لنا نفسكم وبتحرموها على الاهالي؟ خربوا بيد عليك الحساب. الله ونعم الوكيل.